الوفاء الرياضي لإقليم الدرويش، وهو الفائز والبطل الذي جمعنا في هذا اليوم وفي هذه الأمسية الطيبة. فأنا أقول لكم هنيئا 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 لكم، ونسطر عليها بمداد من ذهب. نلتم الشرف ورفعتم رؤوس أبناء وبنات وشباب وشيوخ وشابات ونساء وصغار وكبار إقليم الدرويش عاليا، فهنيئا لكم للمرة الثانية والثالثة والألف. فباسم أعضاء جمعية بناء التنموية لرعاية الأيتام والأرامل، أبت إلا أن تحتفي بهؤلاء الفتيان، بهؤلاء الشباب الذين حققوا الفوز لهذا الإقليم ما لم يحققه الكبار، حققوه هؤلاء الشباب وبصموا بسمة إنجاز ورفرفت أعلامهم في السماء وأدخلوا البهجة والسرور إلى جميع شباب وفتيان إقليم الدرويش. فهنيئا لكم أعضاء جمعية بناء التنموية لرعاية الأيتام والأرامل، ترى أن إنجازكم يجب أن يحتفى به، ولذلك أقيمت هذه الحفلة المتواضعة على شرفكم. فباسم أعضاء جمعية بناء التنموية التي دائما تحفز الشباب، لأن هذا الشرف وهذا الفوز ليس من السهل أن يحققه. Thank you.
بمناسبة صعود فريق الوفاء الرياضي إلى القسم الثاني هواة. فمثل هذه المبادرات أكيد أنها ستساهم في الرفع من معنويات الفريق والمكتب المسير والأطر التقنية التي ستعمل بجد من أجل بلوغ القسم الرياضي الأخرى. وهذا ليس بهين في ظل وجود هذا المكتب الذي أتشرف برئاسته. مرة أخرى نشكر رئيس جمعية بناء التنموية الأخت جميلة قشوحي وكافة أعضائها على حفاوة الاستقبال، كما لا يفوتنا بمناسبة أن نتقدم بالشكر إلى مجلس البلدي الذي كان سيد لنا في المقابلة السابقة. كما نشكر النائب البرلماني عادل قشوحي والسيد رئيس جمعية أمطالسة على حضوره. كما نشكر السيد الحاج بجمعة قشل والسيد عمر أسحاف على دعمه الدائم للجمعية. وحتى لا ننسى أود أن أتقدم بالشكر للسيد عبد الله قشل على الدعم المقدم للفريق وشكرا. التي يستحقها هذا الأبطال، وأتمنى لكم مسيرة موفقة إن شاء الله، ونحن معكم إلى إن شاء الله الرحمن الرحيم إلى ما لا نهاية. وشكرا لكل الحضور، وأتمنى من هذا المنبر أن جميع الإخوة من منتخبين المجتمع المدني، وأخص بالذكر هنا النائب البرلماني الشاب، أن يساند هذا الفريق وأن يعطي يعني دائما هو معنا، ولكن نتمنى إن شاء الله أن يجتهد ومن جميع المجالس اللي حضر معنا هنا باش يقدموا ويوقفوا مع هذا الفريق هذا إن شاء الله، باش يمشي المسيرة إن شاء الله للأمام. والآن سنبدأ بتوزيع الميداليات معنا اللاعب.